لعبة أتوميك هيرتس هي أول لعبة للاستوديو الروسي مانفيش ومن نشر فوكس انترتينمنت، وهي لعبة من أكتر الألعاب اللي كنت مستنيها بشكل شخصي، وده لأن ألعاب الشوتر اللي بتقدم قصة كويسة دي الوصفة السحرية بالنسبة لي وبالنسبة لكتير من اللي بيحبوا ألعاب الشوتر بشكل عام. وأكيد كلنا عارفين إزاي لعبة زي بايوشوك حفرت مكانها في تاريخ الألعاب، ومع كل لعبة شوتر جديدة بنبقى مستنيين نشوف حاجة شبه بايوشوك، والأمال على أتوميك هيرتس كانت عالية قوي في الحتة دي. وبجانب الدوشة اللي اتنشرت عن اللعبة قبل ما تنزل حتى، فتلاقي اللي بيقول انها مؤامرة روسية على اوكرانيا، علشان يعني الاستوديو المطور هو استوديو روسي، وده غير اللي كان بيقول انها بتقدم محتوى مش كويس شوية بشكل كبير ولازم نقاطعها علشان كده. ولكن تعالوا نتكلم عن اللعبة بقى نفسها دلوقتي من غير اي كلام تاني، ونشوف هل فعلا اتوميك هيرتس تتحق التجربة ولا لا. بداية بالقصة واللي أحداث أتوميك هيرتس بتحصل في أوائل خمسينيات القرن اللي فات، تحديدا بعد الحرب العالمية الثانية، ولكن في اللعبة اللي فاز بالحرب هو الاتحاد السوفيتي، ومش بس كده، ده وصل لتقدم علمي رهيب محدش وصل له قبل كده، وكان تقدم علمي أكبر من اللي احنا فيه دلوقتي حتى في 2023، فبقت الروبوتات حاجة عادية في حياة الناس وموجودة في كل مكان في الاتحاد السوفيتي، والتقدم ده كان بفضل اكتشاف مادة كيميائية جديدة اسمها البوليمر، وهي حجر الأساس لكل الثروات العلمية اللي حصلت. وبتلعب في اللعبة بشخصية الرائد المعروف بالكود B3، وهو الرائد كان موجود في الحرب وحصلت له إصابة خلته يفقد جزء كبير من ذاكرته، واللي أنقذه كان البروفيسور سيتشنوف المسؤول الأول عن التقدم العلمي اللي بيحصل. اللعبة بتبدأ والناس في الاتحاد السوفيتي بتحتفل بالتقدم العلمي الكبير وإطلاق تقنية جديدة اسمها كولكتيف، وهي تقنية بتخلي البشر تقدر تتحكم في الروبوتات بعقولهم بس باستخدام جهاز بيتحط على الرأس اسمه ثوت. ولكن قبل أيام قليلة من إطلاق التقنية للناس بتحصل كارثة كبيرة، وهي إن الروبوتات بتخرج عن السيطرة وبتنقلب على البشر، تحديدا في منبع العلم والتكنولوجيا في المؤسسة 3826، ودورك بقى انك تنقذ الوضع باسرع وقت ممكن قبل الاطلاق الرسمي لكولكتيف، وكمان قبل ما الغرب يشم خبر عن الموضوع والا هتكون فضيحه للاتحاد السوفيتي. ودي المهمه اللي بيكلفك بيها البروفيسور سيتشنوف، وبيديك قفاز ذكاء اصطناعي اسمه تشارلز عشان يساعدك في مهمتك. فهل هتقدر تكمل المهمه وتنقذ الوضع فعلا، ولا التطورات اللي هتحصل في الاحداث والشخصيات هتغير الموضوع؟ القصه مدتها تقريبا 15 ساعه على الصعوبه المتوسطه، ولو استكشفت شويه وعملت شويه محتوى جانبي ممكن توصل معاك ل 20 او 25 ساعة، ولكن الرقم ده طبعا معتمد على انك هتموت كم مرة وهتعدي الليفلات في وقت قد ايه، وعلى الصعوبة اللي هتلعب عليها. ونيجي بقى للسؤال المهم، هل كده القصة حلوة ولا ايه دنيتها بالظبط؟ بصراحة القصة حلوة جدا، حاجة كده من ريحة بايوشوك فعلا، مليانة تفاصيل وصراعات واطراف مختلفة بمصالح مختلفة، وكمان كان في شوية حبكات جامدة في الاخر هتخليك تلغي اي اعتقادات كانت عندك عن النهاية. ومش كده وبس، ده كمان كان فيه نهايتين مختلفين للقصة بيعتمدوا بشكل مباشر على اختيارك في الآخر، فهي تختار كذا أو كذا، وكل اختيار فيهم عكس التاني تماما، ومع ذلك مش هتحس ان واحد فيهم مش منطقي، لأ كل واحد فيهم اتشرح بطريقة منطقية والدوافع بتاعتهم مبررة من غير مشاكل. نروح بقى للجيم بلاي واللي كان متعب بشكل مش طبيعي، مش عارف اقول ايه ولا ايه عن الجيم بلاي بصراحه، ولكن انا حاسس اني بقيت مدمن في الايام اللي فاتت دي، بالرغم من بساطه الجيم بلاي، هو حرفيا انك بتضرب بالسلاح والقفاز وبتتفادى الضربات وبس كده، لكنه ممتع لاقصى حد. يمكن ده عشان فيه اسلحه كتير ومختلفه، ويمكن عشان استخدام الاسلحه حلو قوي وحاجه ادمان فعلا. والكومبات هنا بيتقسم لحاجتين، الكومبات من قريب والكومبات من بعيد، ومن قريب بيعتمد على اسلحه يدويه زي الفاس باشكاله المختلفه وعلى الشوتجن كمان، ومن بعيد بيعتمد على المسدس والرشاش وقدرات القفاز، فمثلا تقدر ترفع الاعداء في الهواء وترميهم على الارض، وكمان تقدر تكهربهم او تجمدهم. كمان في خزنه اضافيه تقدر تضيفها للسلاح بعد ما ترقيه للمستوى المطلوب، الخزنه دي بتبقى نار او تلج او كهرباء، وبتخلي الطلقات بيبقى ليها نفس تاثير الخزنه، وده طبعا بيزود الدمج وتاثير الطلقات، وده هتحتاجه خصوصا في الفايتات الكبيره وفي البوس فايت. وفي رايي اللي بيخلي الجيم بلاي حلو قوي كده مع الاسلحه والقفاز طبعا هم الاعداء، الاعداء هنا عدوانيين او اجريسيف جدا، فهتلاقي نفسك بتترمي يمين وشمال وبتقوم تهيل وتلاقي اللي جاي يطير عليك وانت مش ملاحق اصلا، وده بيخلي الادرينالين عندك يضرب في السماء. ودي الصراحه من اهم مميزات اللعبه ان الذكاء الاصطناعي عالي قوي وبيزود حماس التجربه، واللي يزود من روعه الموضوع هو ان الاعداء متنوعين وفي منهم انواع كتير جدا، وهنا بقى الاعداء بتتضمن زعماء كمان اللي هم بوسز بتقابلهم في البوس فايت. واللعبه على بعضها فيها حوالي 6 بوس فايت، والبوس فايتس جامده جدا لدرجه ان بعد ما خلصت اللعبه بقيت عايز ارجع العب البوس
فايتس بس. الموسيقى مع تصميم الفايت نفسه والذكاء الاصطناعي الجامد للاعداء بيخلوا البوس فايت حاجه عظيمه. وحاجه كمان هي الالغاز الممتعه والكرييتيف، واللي بصراحه ما اتخيلش ان في 2023 الاقي لعبه بتهتم بالالغاز بالطريقه دي، وده ان دل على شيء يدل على تفاني الاستوديو في شغله واهتمامه بكل التفاصيل. اللعبه بقى كانت بتقدم نظام كرافتنج للاسلحه والذخيره والهيل، وكمان لقدرات القفاز. بتقدر تكرافت من اله كده اسمها نورا، وبتلاقيها كل فتره في العالم. للاسف النظام ده مش احسن حاجه، لان الاسلحه لازم تعملها كرافت علشان تجيبها، وعشان تكرافت لازم تلاقي الوصفه بتاعت السلاح، ودي بتلاقيها في صندوق عشوائي وانت بتلود. كمان بتلاقي موارد كتير قوي، 8 موارد تقريبا في اللعبه كلها. المشكله هنا هي تعقيد نظام الار بي جي زياده عن اللزوم، فانت لما تلود مش بتاخد بالك انت لميت قد ايه من الموارد دي ولا من الموارد دي، ومفيش حاجه تقول لك انت باقي لك قد ايه عشان تكرافت السلاح الفلاني مثلا. لا، لازم تروح على اله الكرافت وتشوف انت جمعت قد ايه وهتعرف تكرافت ايه، وده موضوع بيخلي الكرافت مرهق بصراحه. وحاجه كمان هي حته انك ما تقدرش تشيل غير قدرتين بس من قدرات القفاز، وما فيش نظام يخليك تبدل بينهم بطريقه سريعه زي اللي موجوده في هوجورس ليجاسي مثلا. ولكن طبعا انت لازم تروح لآلة الكرافت وتبدل القدره دي مكان دي. من ناحيه الجرافيك، فالجرافيكس كانت حلوه جدا، وهتشوف مشاهد جميله كتير على الرغم من ان العالم بقى وحشي وعدواني بعد اللي حصل. وافضل حاجه في تصميم العالم هنا هي الاهتمام الكبير بكل التفاصيل فيه. من ناحيه القصه مثلا، هتلاقي حواليك حاجات كتير بتدعم القصه وبتقويها اكتر، فهتلاقي عروض على الجدران وروبوتات بتحكي عن العالم وبدايه التقدم العلمي اللي حصل وتفاصيله. لكن السلبيه الاكبر في العالم كلها تقريبا هي العالم اوبن بشكل مش طبيعي. بصراحه انا مش فاهم ليه اصلا تعمل عالم مفتوح في لعبه زي دي. فعليا اللعبه ما كانتش محتاجه عالم مفتوح خالص، والاسوا ان العالم المفتوح هنا متواضع قوي. الخريطه ملهاش اي لازمه، مفيش بوصله، مفيش اي وسيله توجيه محترمه بتوريك العالم وتشجعك على الاستكشاف. حتى العربيات اللي بتسوقها سواقتها وحشه، وتحس انها من لعبه تانية مش من اتوميك هيرتس خالص. ولكن برضو كلمه اخيره في حق لعبه اتوميك هيرتس، هي ميكس جامد بين العاب شوتر عظيمه زي باي شوك ودوم وفول اوت، وبصراحه ما كنتش متوقع انها تطلع بالحلاوه دي. فاقدر دلوقتي اقول انها لعبه شوتر عظيمه جديده. عيبها الوحيد هو العالم المفتوح المتواضع ونظام الكرافت اللي محتاج تحسينات كتيره. غير كده هي لعبه عظيمه بتقدم قصه جامده وجيم بلاي ويخليك مدمن. وتقييمنا النهائي ليها كان 8.5 من 10. ما تنساش تقول لنا رايك في الكومنتس عن اللعبه اذا كنت لعبتها، واكيد طبعا ما تنساش اللايك والشير لان ده بيدعمنا جدا. ويلا سلام.